السلام عليكم. اليوم الجمعة 28 شهر 6/24 2024. Aujourd'hui, vendredi 28 juin 2024. الحلقة 346 إبيزود 346 لو بارون إسكوبار دو سحارة نيميرو 15. قبل ما نهضر على قبل ما ندخل في هذا الابيزود، بغيت نسينيالي دوك الناس اللي كيتصلوا بيا اللي كيقلبوا على الكتب ديالي. تنقول دوك الناس اني عندي من جديد الكتب ديالي، اللي بغاها يتصل بيا في لابوات بوستال ديالي. ولي يجاوبني بار في لي كومونتير ديال يوتيوب. الحلقة ديال اليوم كنهضر فيها باش نفسر بأن هو هذيك العصابة ديال البارون إسكوبار ديال الصحراء راه عصابة كبيرة وكانت موصلة مزيان لجميع السلطات. جميع اللي عنده شي سلطة صغيرة ولا كبيرة راه لعب فيها واحد الدور. هذاك الرجل القوي في المغرب اللي هو فؤاد علي الهمة اوفيسيلمون ما عنده حتى شي فونكسيون اوفيسيال، اوفيسيلمون كيتسمى كونسيي دو روا، ولكن في الحقيقة هو لو فيريتابل روا بيس اللي كاين في المغرب، هو اللي تقريبا تيحكم في المغرب. هو اللي عنده اتصال مع لي ريسبونسابل ديال الجد، هو اللي عنده اتصال مع لي ريسبونسابل ديال دي جي اس تي، هو اللي عنده اتصال مع لي ريسبونسابل على دي جي اس ان، هو اللي عنده اتصال افيك شاك ولي ديال الامن اللي كاينين في المغرب، اللي كاينين اون فونكسيون في المناطق ديال المغرب. هو اللي عنده اتصال مع جميع لي كونترولور دو بوليس ومع جميع لي كوميسير ديفيزيونير ومع جميع لي كوميسير برينسيبو
ومع جميع لي كوميسار اي لي دوفيسي دو بوليس لي اون فونكسيون دون لي سيرتي ريجيونال اون فونكسيون دون لا بوليس دي رونسينيمون جينيرو دو لا سيرتي ريجيونال en fonction de les commissaires divisionnaires chef de la sécurité publique en fonction à les commissaires divisionnaires, chef du SRPJ, ou bien les commissaires divisionnaires, chef de la brigade nationale de la PJ, ou bien les principaux responsables, les kénines, à la tête de chaque service, à l'intérieur de la DGSN. هاد فؤاد علي الهمة هو اللي عنده اتصال مباشر مع لو جينيرال الكبير ديال لا جوندارموري رويال هو اللي كان عنده اتصال مع لو جينيرال حسني بن سليمان هو اللي عنده اتصال ديريكت مع لي جينيرو اي لي كولونيل لي بروش كولابوراتور ديال حسني بن سليمان هو اللي عنده اتصال مع جميع لي جينيرو ميليتير اللي كاينين في المغرب تيعرفهم كل واحد في الريجيون ديالو وتيزورهم كل واحد في المنطقة ديالو هو اللي عنده اتصال مع الجنرال الكبير اللي حاليا هو لو باترون ديال الجوندارموري من بعد لو ديبار على روتريت ديال حسني بن سليمان هاد فؤاد علي الهمة هو اللي عنده اتصال ايغالمون مع لي سيرفيس اسرائيليان مع المصالح ديال اسرائيل في المغرب هو اللي عنده اتصال مع داك المكتب اللي عندهم في ديال السفاره ديالهم في الرباط وهو اللي عنده اتصال مع لو برومي مينيستر اي تو اي شاك مينيستر دو غوفرنمون اسرائيليان هو اللي عنده اتصال مباشر مع لو باترون دو موساد هاد الاسرائيليين عندهم واحد الدور كبير في هاد العصابة ديال لو بارون اسكوبار دو صحراء فؤاد علي الهمة عنده اتصال مباشر مع جميع لي والي اي لي غوفرنور
دون شاك بروفانس تعرف كل واحد المنطقة اللي عنده. هو اللي كيعرف مزيان لي جينيرو ميليتير اللي كاينين في لو بيي، هو اللي كيعزل واللي كيبروبوزي لي جينيرو ميليتير بور لي بوست كي سون فاكون، المناصب اللي هي ما فيها اللي هي خاويه، هو اللي كيبروبوزي هذوك داك الجينيرال باش يمشي لذاك البوست. هذا فؤاد عي الهمه في المغرب هو الرجل القوي، هو واحد الانسان اللي كيقصر مزيان ان بون فيفون، كيقصر كيبغي يمشي لي بواط، تيبغي يشرب في لي بواط، تيبغي يمشي مع اللي عجبو، البنات اللي عجبوه ولا الولاد اللي عجبوه، هو اللي عنده سلطة كبيرة على جميع لي باترون ديال لي بواط دو نوي في المغرب، كل شي كيعرفوه وكل شي كيديروا حسابه ملي كيجي لعندهم. انا استغربت لهذيك لا فيديو اللي شفت فيها فؤاد عي الهمه تيسكر تيشرب فواحد لابواط، هادوك اللي صوروه في هاديك لابواط هو تيشرب وهو سكران، هادوك برافو ليهم. وهذوك اللي صوروه تيهضروا معاه وهو سكران، اللسان ديالو طيح تيهضر تقيل. هذيك الفيديو راه فتحاتو بزاف، هاد الفيديو اللي نشرها وهو دريس فرحان، على ذكر دريس فرحان هذوك لي كومونتير اللي جوني فيهم واحد قال لي بان هو دريس فرحان راه ماشي اون سورس دانفورماسيون سور. انا كنقول لهاد السيد ولا دوك الناس اللي فكروا بحال هاد السيد، تنقول لهم بان هو انا راني في السن ديالي 85 عام وراني خدمت لمدة 42 سنة، في هاد المدة ديال 42 سنة راني كنت حياتي كاملة في العمل، وأنا عندي لو تيتر ديال أوفيسيي تريتون مانيبيلاتور ديال بليزيور سورس دانفورماسيون، وين هو ملي كنشوف واحد الخبر راني كنعرفو ايميدياتمون واش هو الصح او لا فو. انا لقيت لك واحد لقيت لك دريس فرحان يعني عنده ما يقول
إذن راه عنده ما يقول، ما غنغلطش فيه. دوك لي هذوك لي فيديو لي شفتو فيهم تيهضر عطوني نظرة عليه كاملة، عرفت أنه عنده ديزانفورماتور في لي ميليو ديال الجندرموري رويال، وعنده ديزانفورماتور في لي ميليو ديال لابوليس، لي فو ديزانفورماتور لي عندو يسون تون اكزيرسيس على دي جي اس ان اي دون لي سيرتي ريجيونال. وعندو ديزانفورماتور اللي في النيفو العالي اللي في لونتوراج ديال لو شيف ديتا. ولهذا هاد الجواب اللي عطيت لداك السيد باش هاد الجواب اللي داك السيد اللي جاوبني في الكومونتير ديالو قال لي هاد الكلام، والناس اللي كيفكروا بحالو بان هو هاد الجواب ديالي على داك هاديك الافكار. هاد فؤاد علي الهمة راه عندو المعارف ديالو في كل بلاصة، عندو المعارف ديالو في العالم السياسي مع الزعماء، مع جميع الزعماء ديال الأحزاب، ومع جميع الزعماء ديال النقابات. وعنده اتصالات مع جميع البرلمانيين ديال الأحزاب اللي في الحكومة، ولا ديال الأحزاب اللي في المعارضة. وعنده واحد دور كبير في التعيين ديال الرؤساء ديال مجلس النواب ومجلس المستشارين اللي ما كانش معاه مزيان ما يمكنش يدوز هذا البوست ديال المسؤولية. فؤاد علي الهمة راه على علم بجميع اللي تيوقع في المغرب، وراه هو اللي عنده اتصال مع هذوك لي زاجون إسرائيليان اللي كاينين دون توت لي فيرم دي روا dans toutes les fermes des princesses, dans toutes les fermes des les reines-mères, il y a donc les fermes Cameroun, Fihom, un ingénieur agricole, un ingénieur agrumicole, اللي
الجنسية ديالهم إسرائيلية. و لي جيران اللي كاينين دون شاك فيرم سون ايغالمون دي جاجون إسرائيليان. دون شاك فيرم ديال لي برانسيس دون شاك فيرم دير المير et dans chaque ferme du chef de l'État, les gérants sont toujours les mêmes. Ce sont des Israéliens qui sont en poste pendant plusieurs années. لي فيرم اللي كاينين دون لا ريجيون ديال لي فيرم الموجودين دون لو سوس دون لا ريجيون دو ايت ملول دون لا ريجيون دو تارودنت la région de Taroudent surtout. Et donc les fermes, les koulhoum kouar bzef, koulhoum fait environ 1000 hectares, 1000 hectares, une ferme. Et donc les fermes, koulhoum fait les gérants de l'homme, des ingénieurs israéliens. هذا الشيء مع العلاقة مع إسرائيل عمرها ما تقطعات من زمان. ملي كنا حنا في ليزاني 60 كتيجي في لي زاني 70 من بعد لا سيناتور ديال الظهير ديال لا ماروكانيزاسيون في 1971 ومن بعد لا سيناتور ديال الظهير ديال لا ريكوبيراسيون دي تير اغيكول في 1973 وفاش بدات لا كورس وفيرم دوك يتخاطفوا عباد الله على فيرم. شكون اللي كيتخاطف؟ الناس اللي في البوفوار والناس اللي من ديك الافراد ديال ديك 200 عائله اللي كتحكم المغرب. 200 عائلة اللي كتحكم المغرب هادو كلهم دوك كيتخاطفوا على لي فيرم باش يخطفوهم. وفعلا هادوك لي فيرم كلهم دوهم هاد الناس ديال هاد لي دو سون فامي اولا ديال لا فامي رويال. في هذيك الوقت فاش السبعينات هادشي وقع في ما بين 93 94 75 في هذيك الوقت فاش كانت قضية ديال الصحراء. في هذا الوقت فاش كانت فاش الملك عطى واحد من هاد لي بروبريتي اغريكول اللي فيهم اكثر من 1000 هكتار سلم واحد لافيرم هدية لداك خالي خاتري ولد جماني وسلم واحد لافيرم أخرى حتى هي هدية
داك لو جون صحراوي اللي كان وزير في الحكومة، لو نون ديالو الميساب بو المومون. هاد لي فيرم تسلموهم هاد المسؤولين ديال الصحراء، تسلموهم في هادو في جوي 75 76 77، ومن هذاك الوقت ولي فيرم ديال لا فامي رويال ولي فيرم ديال لي 200 فامي اللي كيعيشوا في هذا الشيء، اللي تعيشوا في لونتوراج ديال لا فامي رويال من ذاك الوقت. وهاد لي فيرم فيهم دي زانجينيور اغريكول هما اللي كيمشوا الامور فيهم. تما فاش عاد هاد لي زافوكا بزاف، وعادو بزاف ديال لي فروي كيوي، وبزاف ديال لي فروي بزاف. هاد لي فيرم موجودين في نواحي ديال تاودانت، وفي نواحي ديال مراكش، وفي نواحي ديال الغرب في قنيطرة، وفي النواحي ديال بركان. هاد لي فيرم كلهم فيهم يهود هما اللي كيمشوهم. وفؤاد علي الهمة عنده علاقات مزيانة بزاف مع جميع هاد الأطور اليهود. ولهذا كتقول بأنه هذيك هاد العصابة ديالت لو بارون اسكوبار ديال الصحراء راه مهمة بزاف. ما عمرش عصابة كانت عندها هاد الأهمية، وما عمرش عصابة خدمات شحال من عام بحال هادي. هادي راه ربما من 2005، من 2005 حتى 2019، ومورا 2019 راه لو بارون دو لا دروغ اسكوبار ديال الصحراء راه تقبض في السجن، ولكن لا ديستريبيسيون ديال لا كوكايين وديال الحشيش راه باقية مستمرة في المغرب، وباقية مستمرة في هذيك المناطق الصحراوية، وباقية مستمرة في هذيك المناطق الإفريقية. راه هادشي اللي مقبوط واللي غادي يتحاكم في هاد لافير راه كاين من غيرهم، كاين من غيرهم اللي باقيين الآن مستمرين في العمل. هادشي منين قبطوا هاد لو بارون ديال الصحراء، منين تقبط راه ماشي وقفات الحركة، الحركة باقية خدامة. ولهذا غنوقف هنا
الله يعاونكم، إلى اللقاء إن شاء الله.